محمد بارك جامعة قصبة طرش سماعلة. هذا الموسم احنا ورثناه من اب الى جد، وهذا الموسم راه عندنا تراثي، هذا الموسم راه عندنا تراثي، وغادي نعطيكم واحد النبذه على هذا الموسم. لانه احنا ملي عقلنا، انا بديت نعقل في الستينات، كان هذا الموسم تيدار واحد المنطقه تيسموها السواني، واللي كانوا يبتوا فيه وتيوقفوا عليه هما الطرش. الطرش هما الاولين. يا عائلتك. يا عائلتي وجماعه، وهي جماعه. من بعد عدد زاد عليهم واحد الطائفه من جماعه المعادنه تيقولوا من حوازم. ومن تم من السبعينات بدات تنتشر، زادت الجماعه ديال الواد عيسى، زادت الجماعه ديال البريكسه، زادت الجماعه ديال الواد فنان، تصبحت دابا الدائره تتشارك بخمسه الجماعات. والدائره ديال وتزم اللي هي المشاركه ديالها ب 43 فرقه في هذا الموسم 43 فرقه، ما يناهز 652 فارس وفارس اللي هي مشاركه. عدد الخيام اللي هي ديال دائره وادي زم ما يقارب 235 خيمه. وبالنسبه للدائره ديال ابي الجعد 40 مجموعه، 40 فرقه اللي هي كاينه. اليوم درنا الاجتماع مع رئيس الجمعيه ديالها، عطانا واحد العدد ما يقارب 445 فارس وفارس. وبالنسبه للخيمه، انا كنت ندير الوثاق، درت الوثاق الاول اللي هو اكبر وثاق، ودرت ثاني دازت واحد المده ديال 10 سنين وكانت جديده. هذه سميتها الخيمه بوحدها؟ ها؟ سميتها الخيمه ولا الوثاق؟ لا، هذه خيمه. انا تنقول لك باش بديت. بديت بالوثاق وكان احسن وثاق، ودازت واحد المده ديال 10 سنين، خرجت ثاني واحد تصنيف جديد وخضيت منه. وتنقول للعائله ديالي انا راه عيني في الخيمه، تيقولوا لي راه صعيبه، تنقول لي مشتي هذيك الصعيبه ديالها مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من الناس اللي كيعمروا. انا سميتي الباتولي بوشعيب من سماعله ومدينه وادي زم. انا المهنه ديالي كهربائي، ولكن كنخرج مع العائله ديالي كنعاونهم في هادشي ديال الخيمه، في البناء ديالها، في الكهرباء ديالها، في الوسائل اللي كتخصها، وكنعمر لهم اتاي باني نخصص في اتاي كنعرف فيه شويه بان كنعمروا واحد. هو ضروري خص تكون تفهم في اتاي باش ضروري تكون تفهم بيه. كاين فكره على كيفاش تعمر اتاي؟ كاينه هاد اتاي، كاينه 4011 السميه ديالو، 4011 كنسميو حنا 4011. سمع لك يسهلكو بزاف هاد اتاي. كنخوي شويه اتاي في البراد، كنشلو بالماء سخون وكنعاود نشلو، كندير شويه السكر ناقص وكنخليه حتى كيطلع شويه اتاي، تيعود شحر مزيان، كتصبر عليه واحد 5 دقائق، كتراجعو كتبدلو، كتراجع بحال كيما هكا كترجع. الكشكوشة انه سمع لك يستهلكوا اتاي بزاف في المواسم وفي الحفلات وفي اي مناسبه. وحنا كنجيو مع هذا السيد بن عمنا كسميتو بو علي العربي، لانه هو واحد السيد اللي كيعاون بزاف الناس في هاد المناسبه ديال الموسم، وكيعاون حتى المحسنين، يعاون كل شيء. المهم كيوقف مع الناس، كيعطيهم الخيمه، كيعطيهم الخزانه، فهمت، كيوقف معاهم. وهذا السيد هذا ديما كيجي للموسم ديال بالجعد، والناس ديما مولفاك. هذا بن عمي، هذا دعبي بيت، انا الاخ ديال الحاج هذا. حنا ديال خلينا على الاب وجد التراث هذا، لان كان عندنا واحد الوثاق وداك الشيء، ولكن بغينا نطوروه شويه. درنا لا، كانوا والدينا في الاول كانوا دايرين خيام، عاودنا حنا طورنا، درنا ديال الوثاق، ولكن شويه الوثاق بحال شويه بدات خيمه عندها واحد التاريخ، وعندها التاريخ الطبيعي وداك الشيء، وعندها واحد النظره في شكل على كما كتقولوا الاولي. المهم حنا شدينا هذه الخيمه وطورناها مزيان، كبرناها وداك الشيء، فيها بزاف ديال المجهودات. المهم درنا الاجتهاد. وليو هذا كلمه اخي، كلمه ديال الموسم فيه الموسم. حنا هذا الموسم كنجيوه كل عام، وهذا الموسم كنجيوه كل عام، كل سنه. هذا من الوالدين ديالنا والجدود ديالنا، هذا
بوبيت الشرقي هذا حنا معترفين ديما تنجولي حنا نسمع له معروف حنا خلونا والدي دارو حنا نبقاو نجولي دائما عمرو هذا الموسم هذا سمعنا معروفين بعد والدي يقول